بص الامانه انا اكتر واحد صعب عليا في الليله دي كلها توماس توخيل. والله توماس توخيل، لما توماس توخيل بعد ما شاف مباراه مانشستر يونايتد وليستر سيتي وبص على سكواد يونايتد قال لك والله واضح ان الراجل عنده خطه واضحه. مباراه ليفربول ده بيريح 10 لعيبه لليفربول، فواضح ان هو ناوي يعمل من ليفربول فراخ محمره في المباراه اللي منهم. فانت بقى تبقى قاعد واثق كده ان خلاص اول جول سولشار هو اللي هيامن لك المقعد الاوروبي وهو اللي هيخلص على ليفربول واحلامه وطموحات ليفربول، فتلاقي ان الشوط الاول بينتهي 2-1 والمباراه بتخلص 4-2 وما بينها هما كده سولوتشار قاعد بيعك كده في الملعب اللي هو انت عشمتني يا معلم وخلعت ولا ايه النظام. بص يا صديقي، لو انت مشجعين مانشستر يونايتد فالوضع بالنسبه لك صعب جدا، وانت طبعا متفق مع الناس اللي كانت طالعه قبل المباراه من جمهور يونايتد وكل همهم ان جريزاس يغوروا، ويا سلام بقى ما ياخدوا معاهم اولي جونر سولشاير، لان بصراحه الوضع صعب جدا. تخيل انت كمدير فني تبقى باجي قدام ليفربول النسخه الاضعف من ليفربول بتلعب على المرتدات، لا وايه كمان يعني بغير في 4-2-3-1 بتاعتك بتحط بول بوجبا قدام تريند اللي هو يا جماعه انا مش هاجمكم من ناحيه تريند اهو، مش هاجم من ناحيه تريند، انا هاجم من هناك ناحيه اندرو روبرتسون واحط ماركوس راشفورد هناك بقى. ما كل الفرق اللي في انجلترا بتلعب على مشكله تريند الكسندر ارنولد، فانت ليه بقى جاي عايز تحضر اللعبه من ناحيه تريند وتلعب هناك الطويله على ماركوس راشفورد؟ طب ما تعدلها كده من البدايه وتحط ماركوس راشفورد وتعدل تودي الناحيه الثانيه بول بوجبا هو اللي يقابل اندرو روبرتسون. لا انت قررت انك تعمل كده. طب بسم الله ما شاء الله بقى نص الملعب اللي انت عامل زحمه بقى فريد وعامل سكوت ماكدوناي وبينزل ما بينهم برونو علشان خاطر يبقى في زحمه كتير في نص الملعب ده طبعا مع مسدد بوجبا، لانك حرفيا كنت عامل نص الملعب زحمه. وليفربول كده كده نص الملعب بتاعه نوعا ما سيء، لانك لو بصيت على تياجو الكانتارا او فينالدوم او فابينيو بيقدم موسم سيء جدا. بصيت على خط دفاع ليفربول مين ويليامز ومين ناسن فيليبس يا جماعه دول خط دفاع مالط، واضح ان احنا نلعب يا جماعه ونستحوذ على الكوره ونهاجم هنكسب كتير والله يا عم سولتشاير. لا سولتشاير ما بيحبش الجوده، سولتشاير معروفه الكحلوب بتاعه في الماتشات الكبيره، احنا هنلعب مرتدات وعندنا دخيا بيشيل، دخيا مش موجود دين هندرسون هيشيل، خط دفاع ماجواير مش موجود موجود اريك بايل، وسبحان الله يا اخي نفس المشاكل هي هي. اتفرجت انت على الجول الثالث بتاع ليستر سيتي الماتش اللي فات قدام مانشستر يونايتد بتاع سيونكو والضربه الركنيه، هي هي الكوره بتاعت فيرمينيو بتاع الهدف الثاني ولا لا؟ بجد والله هي هي ولا لا؟ وسبحان الله العامل المشترك ما بينهم اريك بايل. في الاخر يقول لك يا سلام مشكله مشكله لعيبه، لا المشكله مشكله الخروف اللي واقف على الدكه ده يا جماعه، الوضع صعب جدا يا جماعه بالنسبه لسولتشاير. وتقعد تفكر الراجل بعد ما خلاص بقى ما خربت وليفربول قدر ان هو يرجع في النتيجه بعد ما المساك بتاع ليفربول ويليامز جاب الكره بتاع برونو في نفسه، ليفربول رجع وسجل هدف الاول عن طريق جوتا اللي كانت فكره البدايه بيه، وانك تعال ساديو ماني كانت فكره عبقريه لان ماني بيقدم موسم سيء جدا جدا، فانك تحط جوتا والناحيه الثانيه محمد صلاح وفيرمينيو ما بينهم كانت فكره كويسه جدا بالنسبه لجون كلوب. وايه؟ تاني الشوط الاول 2-1، تخش الشوط الثاني اول دقيقه تيجي جايب الهدف الثالث عن طريق جوتا علشان خاطر جوتا يثبت لك ان انت عندك حق انك قعدت ماني بره. سولتشاير قالك ما بدهاش بقى، احنا نطلع فريد ونرجع بول بوجبا تاني مع سكوت ماكدوناي ونعدلها بقى، نجيب راشفورد على عدلته ونحط جرين وود الناحيه الثانيه. طب ما كمل اول يا ابن المفكوكه. لا لما تخرب خالص ولما يونايتد فكر ان هو يهاجم خط دفاع ليفربول المالط، لقيت ان الهدف الثاني بيتم احرازه عن طريق ماركوس راشفورد، نمسك الكره بقى ونحاول نجيب الثالث، لا نرجع ونكمل على المرتدات، احنا فاضيين لهم احنا قاعدين لهم احنا مرتدات علشان خاطر انت تفتح بعد ما خلاص تحس ان والله ليفربول واضح ان انت ممكن تسجل فيه الهدف الثالث وتتعادل عشان ليفربول واضح ان هو عنده مشكله بدنيه، فتلاقي محمد صلاح بيديك الرابع ويقول لك انا وصلت للهدف 21 مع هاري كين وفرحت بالكتامه اللي انا خدتها بعد تغييره فينالدو، علشان خاطر كل حاجه تبقى بالنسبه لابو صلاح 100 100 والحاله بالنسبه له حلوه. يعني الراجل ما دعمش ولما نزل دعم راحوا بيحاسبوا النني في الاخر، فسبحان الله يا اخي كل حاجه تحس ان هي مرسومه كده لمحمد صلاح حوالين ان هو ياخد اللقطه بتاع الهدف الرابع والاخير علشان خاطر سولتشاير ينهي المباراه وهو خسران من ليفربول بعد ما كان عامل تفكير عبقري ان هو يقعد اللعيبه بتاعته على الدكه ماتش ليستر علشان خاطر نجهزهم لماتش ليفربول، فلما تلعب بيهم في ليفربول تيجي خسران 4-2. وفي الاخر لما نقول لك ان سولتشاير مال تقول لي انت بتحاسبني على ان سولتشاير خسر النهارده قدام ليفربول، لا انا بحاسبك على سولتشاير من ساعة ما جه اساسا، هو بيلعب بنفس الطريقة دي ونفس الافكار الفنية بالنسبة له، تحس ان هي افكار جهنمية ما يعملهاش الا واحد طالع من كفر بطيخ، بس عادي يا صديقي هذا هو سولتشاير. وانا برضه ارجع اقول لك اكتر واحد صعبان عليا في الليلة دي توماس توخيل، لانه حط امال في مدير فني محتاج حد يحط عليه امال اساسا. لو الموضوع بالنسبة لك صعب انك تفهمه فممكن تعمل لايك، ولو الموضوع بالنسبة لك يا جمهور ليفربول مبسوط من المكسب فممكن تعمل سبسكرايب او تعمل ديسلايك وتنزل تشتم في الكومنتات وتقول اللي انت عايزه، بس في الحالتين سولتشاير هيفضل ملط.